ابو راح تتابع اليوم كلاسيكو الليغا، الليغا اليوم راح تكون مع اللاعبين يتحدثون العالم، يقول انه اليوم الليغا راح تحسب مسارها في الدوره 28 عفوا من هذه الليغا. اليوم في تشكيله فريق ريال مدريد راح نلاحظ غياب يا الله غياب إيكر كاسياس، راح يغيب عن كلاسيكو الليغا، شأنه شأن ميسي اللي راح يغيب ايضا بسبب الوعكه الصحيه اللي اصاب بها الاسبوع الماضي امام اوساسونا بملعب البابالونا اللي سجل الهاتريك اللي سابه الايتو، اللي ايتو راح الان برصيده 12 هدف بالليغا. سيداتي اريستي دعونا ايضا الى مباريات اجواء مباريات اليوم، الحكم اخوان رامون لوبيز راح يكون في تحكيم المباراه، والان الكره عند سامويل ايتو، ايتو راح يا سلام الذي يحدث امامنا، يا سلام، شوف عملها صح، عملها بالمسطرة والقلب، راح اتابع الاعاده، شوف لا ما في تسلل، ما في يا الله اليوم اللي راح تحسب بالبرنابو. واحد عليك 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 واحد عليك